حمل العرض المسرحي حكاية من بلادي قيما إنسانية تقوم على الاحترام والتقدير لما قدمه كبار السن لأبنائهم ومجتمعهم من المحبة والعطاء، وذلك في قاعة القديس غريغوريوس بدمشق. وجاء العرض بتنظيم مشترك بين جمعية لبلاد الأهلية وفريق ظلال المتدرب على مسرح خيال الظل من قبل برنامج التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية ولجنة عيلتنا التابعة لجمعية القديس غريغوريوس بدمشق. كنت متدربة لدى فريق ظلال سوريا، تعلمنا كيفية تصنيع الدمى من الجلد، تلوينات، تحريكة، تغيير الأسواق، تم إدخال العنصر النسائي كمخايلة. تم التحضير لهذا العرض بالتعاون مع جمعية البلادي. نحن استهدفنا هي الفئة العمرية لأنه هن مثل ما قلنا بالحكاية هن بركتنا، منحب ندخل بسمة لقلوبهم. كنت متدرب بمسرح خيال الظل اللي الورشة اللي أقامتها الأمانة السورية للتنمية بهدف صيانة هذا التراث السوري العريق. بعد ما عملنا هي الورشة الطويلة واللي كانت غنية جدا، تأهلنا لنصير عنا القدرة والمعرفة والدراية لنصير مخايلين ممارسين. هلأ نحن عملياً عم نعمل مبادرات تطوعية موجهة لمختلف الشرائح. اليوم عم نحاول نوظف مسرح خيال الظل لتوصيل رسائل اجتماعية، رسائل ثقافية، رسائل اللي بتهم الشريحة اللي بتوجه لها هيدا المجتمع. فنحن عم نكيف اليوم القصص المعاصرة مع الشخصيات المعاصرة اللي تم تصنيعها بالتدريب لحتى تواكب الناس شو حابة تسمع، تواكب أذواق الأشخاص. عم نروح فيه لطريقة فكاهية، كل مرة كل ظهور ورا المسرح بيضيف شيء جديد للمتدرب، فهنا عم يقوا أكثر بالتحريك، عم يقوا أكثر بالتفاعل مع الجمهور من وراء المسرح، عم يعتادوا على حمل الدمى بشكل صحيح، عم يطوروا فيه، عم يدخلوا عليه الموسيقى مثل ما شفنا بعرض اليوم، فواصل موسيقية، سكتشات. هيدا التطوير بالمسرح لابد منه إنه ننقله لعصرنا الحالي ويصير يعبر عن واقعنا الاجتماعي. جمعية البلاد جمعية تنموية فكرية تعنى بالأسرة السورية وبكل ما يهم الأسرة السورية، بالإضافة إلى أنه من أحد أهدافه تعزيز الهوية الثقافية السورية والحفاظ أو المساهمة في الحفاظ على التراث المادي واللامادي. اليوم فعاليتنا هي جزء من أهدافنا بتحقق هدول الأهداف تبعنا. حاولنا نتشارك مع أكبر عدد من الجمعيات لأنه بالعمل التشاركي عم يتحقق الحضور الأكبر والانتشار الأكبر. الكنز هو أنت يا تيدي، أنت كنز العيلة كلها، يا الله يخلينا إياكي ويطولنا بعمرك يا تيدي.